بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب المرحلة الثانية، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي بمادة الفسيولوجيا المرضية. المدرس إبراهيم طلال داوي، كلية التمريض. بالنسبة لموضوع المحاضرة السادسة، سوف يكون عن الأثيروسكليروسيس، والذي هو تصلب الشرايين. اعتيادي هذا المصطلح أيضا له أصل عند الأغريق، اللي هو أثر بمعنى فيس، وسكليروسيس بمعنى التصليب أو التفخم. واعتياد يعتمد على تصليب وتقوية الشرايين، ويؤدي إلى تفخمها وفقدانها، تفقد طبعا صفة المطاطية اللي موجودة بجدران الشرايين. واعتيادي هذا المرض يعني يعتبر من أمراض التنكسية الذي يصيب الشرايين، وعموما يتميز طبعا بتراكمات كبيرة من الدهون في الطبقات الداخلية لهذه الشرايين. وهناك طبعا تتكون نوع من الكتلة الداخلية تسمى باللويحة بلاجيو، وتسمى أثروما، والتي هي طبعا يكون تكوينها داخل التجويف، فتؤدي إلى يعني ويكين، تؤدي إلى ضعف وإضعاف للطبقات التي تحتها بتكوين فرع أو برع من الدهون. هناك نلاحظ بالشكل كيف النورمال ارتري والنارو اوف ارتري، يعني في الشكل العلوي الشريان يكون طبيعي، ومجرى الدم يكون متدفق بصورة طبيعية، ولا يوجد أي تدخنات في الجدران الداخلية للشريان، في حين بالصورة التي بالأسفل نلاحظ تكوين هذه اللويحة التي أعطيت لون ناعم بالأصفر. هذه اللويحة هي عبارة عن تراكمات من الدهون على الطبقات الداخلية للشرايين. بالنسبة للباثوفسيولوجي أو أثيروسكليروسيس، اللي هو كما هو معروف الميكانيزم الشائع للكورنري اسكيميا، تطورات من الكورنري أثيروسكليروتيك بلاجيو، الذي هي اللويحة اللي تتكون بنتيجة تصلب الذي يحدث في الشريان التاجي. واعتيادي هذا سوف يؤدي إلى قلة بالتزويد الدموي، وتكوين قرح تكون مائلة ما بين اللون الأبيض والمصفر مثل ما قلنا داخل التجويف الوعائي، وتؤدي طبعا إلى ضعف ونقصان بتزويد كامل للأكسجين لأنه يطل مجرى الدم. وهذه اللويحات المتصلبة تطورات مثل ما قلنا نتيجة لتراكمات من الدهون، وتشكل من خلايا تشبه خلايا الرغوة الفون سيلز، وطبعا هذه تملأ مثل ما قلنا بالليبيد لاد الماكروفيج، نوع من الماكروفيج الدهنية. وهذه طبعا اللويحات تعمل على إعاقة تدفق الدم، وقد تكون سوفت مرنة أو صلبة بالاعتماد على نسبة طبعا الدهون إلى نسبة يعني نسبة الخلايا الرغوية الدهنية إلى الأنسجة الليفية الموجودة في هذه اللويحة. هناك طبعا هذا المقطع الشكل يوضح طبعا أخذ من آرتري من الشريان، يوضح لك شكل الماكروفيج سيل اللاعنة الوردية، ثم تقارن مع الماكروفيج فون سيلز التي تكون مائلة إلى السواد. هذه الخلايا البلعمية التي هي تكون رغوية مليئة طبعا مثل ما قلنا بالدهن، وهناك تراكمات دهنية، وهناك الكوليسترول ليبوسايز الرواسب الدهنية اللي موجودة اللي مائلة إلى الأصفر. هذه كلها توضح لك الفرق بين شوف نسبة هذه الخلايا مثل ما قلنا الرغوية إلى الخلايا الليفية الموجودة في الشريان. هناك طبعا شكل آخر يوضح لك الأثيروسكليروتيك ويز بلود كلوت، بداية تكوين الخثرة، ثم تتكون لاحظ النمو اللي يصير من
يعني الطبقتين المتقابلتين من الداخل من البطانة الداخلية للذراع، وهذا الأثيروسكليروسيس التصلب هذا قد يتطور إلى سبازم، وهذا ممكن يؤدي إلى تضييق لمجرى الدم وتقوس في الوعاء. وتلاحظ كيف سوف يكون مجرى الدم هنا غير طبيعي، ولا تصل كمية كافية من الأكسجين إلى العضو المخصص. أكثر الشرايين ممكن تتعرض طبعا إلى التصلب اعتيادي الشريان الأظهر، وخصوصا في منطقة الأبدومين الأورطة والأورتيك أنيوريزم، التمدد الحسية بالشريان الأظهر مثل ما عندنا منطقة الأبدومين المنطقة البطنية، عندنا الكورناري أرتريز الشرايين طبعا التاجية، طبعا هذا تؤدي إلى انخفاض بالتزويد الدموي للقلب، وهذا ما يعرف بالانجينا بكتوريس، ممكن أنه يحصل ما يعرف بالنوبات القلبية، وكذلك المايوكارديال انفراكشن اللي هو الاحتشاء العضلة القلبية، السيترال ارتريز طبعا هذا انخفاض بالتزويد الدموي لمنطقة الدماغ، هذا سوف يؤدي إلى ما يعرف بالسي بي اي السيبروفاسكولار أرسنال، اعتيادي سوف يحدث الجلطات الدماغية. هناك risk factor of التكوين الأثيروسكليروسيس، طبعا أولا هناك عوامل يعني الخطرة هي عوامل قد يكون الإنسان ما له دخل فيها، مثلا الأيج اعتيادي مع التقدم بالعمر، هناك فرق طبعا بالنسبة ل الميل إلى حد عمر 55 يكون الميل أكثر عرضة للإصابة من الفيميل بضعف، وهذا بسبب التأثيرات الوقائية طبعا لهرمون الاستروجين موجود بالفيميل. بعد عمر 55 يكون متساوية من ناحية الإصابة. هناك طبعا التاريخ العائلي جدا مهم، هذا أيضا يعني نتيجة طبعا لعوامل وراثية، كان مثلا حصول الضغط، مثلا تكوين وتراكمات دهنية، العامل الوراثي وضعف وبطء في عمليات الأيض للدهون، هذه طبعا كلها لها علاقة بزيادة حدوث تصلب الشرايين. هناك عوامل بريفنتري فاكتورز، هذه العوامل مثلا هايبر لايبيديميا واللي هي زيادة في نسبة الكوليسترول بالسيرم، واعتيادي هذا ربما مع قلة مثل ما نعرف النشاط وتراكمات نتيجة لنظام غذائي خاطئ يؤدي إلى زيادة طبعا بالاسكيميك هارت ديزيز، ومثل ما تقول سبيشالي ال دي ال بطل اتش دي ال ديكريز ذا انسيدنس اوف، اي طبعا الاتش دي ال يحتاج إلى انخفاض بحدوث الاسكيميك هارت ديزيز. ثانيا الهايبرتنشن اعتيادي ما يعرف بزيادة اعتيادي للضغط الحسي نتيجة يؤدي إلى حدوث دامج اعتيادي للأوعية الدموية، وخصوصا طبعا كما هو معروف ما بعد عمر 45 سنة. ثلاثة ربما المريض يعاني من حصول السكر، وهذا سوف يتطور عنده الهايبركوليسترولينيا والمايكارديا انفراكشن، شعب العضلة القلبية يكون مرض يعني ضعفين اعتيادي، لأنه الجسم يعني يكون مصاب بالوهن والضعف نتيجة لحدوث مرض السكري. رابعا اعتياد السمنة. خامسا ما يربي الأورال كونتراسبتيف بيلز، هناك أيضا عمليات التدخين السكري عفوا السجاير أكثر من 20 مرة في اليوم الواحد، أكيد رح يزيد من فقدان المطاطية والمرونة للشرايين الأوعية الدموية، طبعا هذا كله سبب رئيسي لحدوث احتشاء العضلة القلبية. اعتياد الـ physical activity، النشاطات الحركة التمارين الرياضة اللي ممكن يقوم بها الشخص، اعتياد هاي كلها تكون لها تأثير ضاري ضد المايوكارديال انفراكشن.
الثرومبوسز والتي هي الخطوة الدموية وهي تعرف على انترافاسكولار فورميشن، أيضا تكوين لكتلة صلبة أو شبه صلبة داخل الأوعية طبعا، وتؤدي إلى ضعف وبطء بجريان الدم. وهذه ممكن أن تكون داخل الأوعية الدموية أو داخل حجرات القلب، وهذه تسمى بالثرومبي. طبعا أسباب حدوث الثرومبوسيس التغيرات البسيطة في المقلة بجدران الأوعية الدموية، بما يحصل من خلال انحشار العضلة القلبية، التطورات التي تصير نتيجة لحصول تغيرات في مجرى الدم، وهذا يؤدي أيضا إلى حدوث الخطة. على سبيل المثال البطء والتأخر اللي يصير نتيجة للتمدد بالأوعية وبالأوردة. هناك أيضا عدم انتظام في جريان الدم، وهذا طبعا يؤدي إلى يعني توسع بال وتوسع نعم بالحجرات القلبية، وبالتالي سوف يؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية وعدم انتظام بتوصيل الدم إلى القلب. طبعا هناك زيادة يعني زيادة بالكوأجولوجي أو في البلط، وهناك يعني هذه الزيادة سبب إما تحدث نتيجة لحدوث الصدمة أو التداخل الجراحي أو نتيجة لحصول ميتاستات الكانسر، أنواع السرطانات الانتشارية، وطبعا التدخين والسمنة، هذه كلها تؤدي إلى عدم انتظام في مجرى الدم. مصير هذه الخطرة إما أنه تؤدي إلى أنه ريزوليوشن الانحلال وتزال بطبعا فعاليات تكوين الألياف. وكما قال ممكن بالنسبة للخطرة الوريدية طبعا انحلال يكون أسرع من الخطرة بالشريان أو حتى بالمنطقة القلبية. هناك embolization، الامبولايزيشن اللي هي ممكن انه يتم عملية صم بانصمام يعني للأوعية الدموية. على سبيل المثال هذه الخطرة ممكن تعاني من عمليات نقل، وتسير طبعا مع إما مجرى الدم أو يعني مع باتجاه القلب بالنسبة للأوردة أو الشرايين عكس اتجاه المجرى، تؤدي إلى تكوين هذه البولايزيشن التي هي طبعا تتحرك إلى مناطق أخرى في الأوعية الدموية، اللي هي طبعا تؤدي إلى ربما حصول جلطة دماغية أو جلطة قلبية. عندنا البروبوجيشن التي هي تراكمات مثلا من الصفيحات الدموية والفايبرين، وهذا طبعا قد تؤدي في حالات متأخرة إلى انسداد للوعاء الدموي. وريجنالايزيشن التي هي إعادة للتنظيم، بمعنى أنه هنا ممكن أنه يحصل نمو من داخل هذا الوعاء الدموي، وطبعا هذا راح يحفز من فعاليات الالتهابية، وهذا النمو الداخلي من داخل الوعاء الدموية طبعا راح تكوين قنوات داخل الخثرة، وهذه القنوات الصغيرة طبعا تكون غير كافية لتدفق الدم، وبالتالي يحصل نقص في التزويد الدموي وبتزويد الأكسجين لذلك العضو. هناك الإمبولايزيشن واللي هو أيضا من الموجود ممكن أنه يحصل كذلك، ممكن إمبولايزيشن في الأوردة أو في الشرايين أو في القلب، وهي أيضا من العلامات الشائعة لتكوين الخطرة الدموية. هناك ممكن انه يحصل انفكشن بمعنى اصابه ببكتيريا وغيرها، لان اصبحت المنطقه طبعا نتيجه مثل ما قلنا لضعف وتزويد الدم، وبالتالي عدم وصول كميه كافيه من الاكسجين، تكوين طبعا خليات صغيره او احيانا طبقات جديده من الدهون، كلها تؤدي الى ربما الاصابه ببكتيريا. التهابات اللي تصير طبعا بجدران الأوعية الدموية،
كلها طبعا تؤدي إلى أن تستحث وتكوين الفعاليات الالتهابية، وهذا ما يربي الثرومبوفيليتيز، وهذا مرتبط بحصول طبعا احمرار وتورم وألم بالنسيج الأنسجة طبعا المحيطة بتكوين الخثرة. شكرا لحسن استماعك.